مساء الخير يا جماعة، أنا مستر أحمد طارق. النهاردة هكون معاكم في يونت 1 ليسن 1 في الاستاتكس ل سينيور 3 أو الثانوية العامة المصرية، إيكوليبريم أوف أ بادي أون أ هوريزونتال بلين. طبعا خلال السيشن ده هنعدي على كذا إكزامبل لموضوع الإيكوليبريم أون أ رف بلين بالتحديد، وحن خلال المسائل هنشرح الدرس في سياق المسائل. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. اول اكزامبل بيقول a body of weight 15 كيلوغرام ويت. كيلوغرام ويت كانها نيوتن، هي is placed on a rough horizontal plane. A horizontal force of a magnitude 5 كيلوغرام ويت acted on the body, then the body became about to move. كونه انه قال لك a body became about to move يعني هو في حاله الاستاتيك فريكشن، يعني اللي هو في حاله الماكسيمم حاله الماكسيمم فريكشن، يعني ال F بتساوي F S ميو S في A ميو S في R. يلا بينا نشرح. احنا مثلا ايه عندنا ال rough horizontal plane اهو، ادي ايه ال horizontal plane وادي ايه ال body. بيقول لك ال weight بتاعه كام؟ 15 كيلو جرام weight placed on a horizontal rough plane. The horizontal force of magnitude 5 كيلو جرام ويت، ودي بنرمز لها برمز ايه؟ ال P. اوكي تمام. طبيعة الحال طالما عندك ويت يبقى ايه؟ هيبقى عندك reaction R in the opposite direction. طالما عندك horizontal force يبقى عندك ايه؟ friction force. هنا ال friction force دي طالما قال لك ان the body became about to move يعني انت في حالة الستاتيك فريكشن، يعني اقصى قيمة فريكشن ممكن البودي يتأثر عليها اللي هو it's about to move، يعني الفريكشن بتفضل تزيد 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 وهو في الاكوليبريم. اللحظة اول لما يبتدي يتحرك بتبقى maximum frequency اللي هي اسمها اف اس بتساوي ميو اس في ايه؟ في ار. طيب نشوف احنا عايزين ايه. الميو اس طبعا ده the coefficient of friction، وده بيبقى concerned بال بودي ذات نفسه، رقم ثابت concerned بالماتيريال بتاعت البودي ذات نفسه. بيقول لك find the coefficient of static friction between the body and the plane. طيب يبقى احنا كده هنعمل طالما احنا في حاله الايكوليبريم يبقى هنعمل الايكوليبريم ايكويشنز بتاعتنا، يبقى هتبقى الار بتساوي الدبليو، الفيرتيكال بيساوي بعض والهوريزونتال بيساوي بعض، يبقى الار بتساوي دبليو بتساوي 15 كيلو جرام ويت، والبي بتساوي ميو اس في ار. طيب احنا دلوقتي عندنا البي بكام؟ ب 5. الميو اس اللي احنا عايزينها اللي هو الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن، الار جايبينها 15، يبقى الميو اس من هنا بتساوي كام؟ 5 على 15 اللي هي 1 على 3. كده اول ايه مطلوب. تاني مطلوب if weight of magnitude 3 kilogram weight is put on the body, find the magnitude of the horizontal force which acts on the body and what it carries of weight to be about to move. كنه قال لك to be about to move يبقى انت في حاله ايه؟ قول معايا الاستاتيك فريكشن. يبقى احنا دلوقتي بيقول لك في another force يعني ويت اضافي اتضاف 3 كيلو، يبقى اصبح كام كله؟ 18 كيلو جرام ويت. وطبيعه الحال طالما في ويت يبقى في ايه؟ وار. طيب بيقول لك ايه هو عايز بقى؟ the magnitude of the horizontal force ال P هنا هو عايزها، وطبعا هنا ال friction force هتبقى ايه؟ FS عشان انت about ايه؟ to move. طيب يبقى برضو هو عايز ايه؟ عايز ال P. خلاص طيب يبقى احنا عندنا هنعمل ال equilibrium ايه process بتاعتنا او ال equilibrium equation بتاعتنا، R بتساوي W بتساوي 18 kilogram weight وال P بتساوي اف اس. طب ما هو الاف اس بتساوي كام؟ ميو اس في ار. طيب ما هو الميو اس من ال الجيفن الاولاني او المطلوب الاولاني 1 اوفر 3، والار من الايكويشن دي 18، يبقى 18 اوفر 3 اللي هي 6 كيلو جرام ويت. تمام. السؤال اللي بعده، A wooden block of weight 10 newtons is placed on a horizontal table. Okay. It is connected with a horizontal string يعني خيط أو واير حديد
passing over a smooth pulley fixed at the edge of the table. The other free end of the string carries a weight of magnitude 2.5 نيوتن. خلينا نرسم الكلام ده عشان نبقى فاهمين. ادي الهوريزونتال بلين اهي وادي البادي، وبيقول لك اتس ايه بولد باي سترينج، وايه وفي بولي هنا وادي سترينج اهو، وفي هنا ايه متعلق ايه بادي تاني قيمته 2.5 نيوتن، وهنا الويت بتاعه كام 10 نيوتن. اوكي طيب، if the wooden block is in equilibrium on the table determine the magnitude of the friction force and the normal reaction. يبقى احنا او قال لك هنا equilibrium، يبقى الفريكشن فورس ايه اف عاديه والرياكشن اللي هي ايه ار. طيب دلوقتي هنا الفورس عندنا هيبقى التنشن بتاع السترنج، التنشن بتاع السترنج هو هو ايه 2.5 ايه نيوتن. خلاص يبقى بطبيعه الحال ايه الايكوليبريم بروسيس بتاعتنا ان الار بتساوي 10 نيوتن، الفيرتيكال بيساوي الفيرتيكال، والهوريزونتال بيساوي ايه الهوريزونتال، التي بتساوي 2.5 نيوتن هي اللي هي هي ايه الاف، يبقى الاف عندك ب 2.5 نيوتن. if the coefficient of static friction between the wooden block and the table equals 1 over 3 is the wooden block about to move or not. خلاص يبقى هو اداك الميو اس، اداك الميو اس، يبقى انا اروح اجيب الايه الميو اس بكام 1 over 3، يبقى انا اروح اجيب ايه الاف اس، الاف اس بتساوي ميو اس في ار بتساوي 1 over 3 times ار اللي هي 10. اوكي كده الاف اس بتساوي ايه ميو اس في ار ايكوال 1 اوفر 3 في 10، يبقى 10 اوفر 3 اللي هي تقريبا ايه 3.333 نيوتن. هل الاف اللي عندك دي 2.5 نيوتن بتساوي الكلام ده ولا لا؟ يبقى هنا اف اقل من اف اس، يبقى نو ذا بودي از نوت اباوت تو موف، يبقى انت مش وصلتش لسه في حاله الاستاتيك فريكشن. السؤال اللي بعده، A body of weight 1.5 kilogram weight is placed on a rough horizontal plane if the measure of the angle of friction between the body and the plane is 30 degrees. ايه الانجل اوف فريكشن دي اللي هي اللامدا اللي هي الانجل دي؟ معلش انا هشرح حاجه بره. يعني انت دلوقتي لو انت عندك البادي في حاله الايكوليبريم وادي الويت W وادي الار وادي البي وادي الاف، اوكي اف اس حاله الايكوليبريم ستاتيك ايكوليبريم او ستاتيك فريكشن، هنا الريزلتنت بتاع الريزلتنت بتوع الاثنين دول بيجي في النص اسمه ريزلتنت رياكشن ار داش. تمام، الانجل دي احنا كنا واخدينها في الشرح اسمها لامدا، اسمها الانجل اوف فريكشن. الانجل اوف فريكشن هنا بتساوي ايه 30 ديجريز، والويت هنا بتساوي كام 15 كيلو جرام ويت. اوكي بيقول لك find the horizontal force which is enough to make the bodies about to move. خلاص يبقى نعمل ايه ال equation of equilibrium اللي عندنا. عندنا على طول ال W بتساوي ال R بتساوي 15 kilogram weight، وانا عايز ال horizontal force، ال horizontal force اللي هي FS طبعا to make it about to move، يبقى احنا شغالين في ال FS بتساوي ال P بتساوي ميو اس في ار. اوكي طيب احنا عايزين نجيب الميو اس، الميو اس احنا عارفين وطلعناه بالقانون اثبتناه ان هو عباره عن تان لندا. اوكي تان 30 اللي هي بكام؟ تان 30 بتساوي 1 اوفر روت 3. اوكي يبقى انت كده جبت الميو اس، يبقى اقدر من هنا اجيب الاف اس اللي هي او البي هي هيها بتساوي 1 over root 3 times ال R اللي هي 15، طبعا هنضرب في الكونجيجيت يبقى 15 times over root 3 times root 3 over root 3 بتساوي 15 root 3 3 في 3 root 3 في 3 اللي هي ايه 3 بتساوي 5 root 3 kilogram weight. ادي كده اول مطلوب. تاني مطلوب، the force inclined to the plane
at an angle of measure 30 upwards and makes the bodies about to move on the plane also. طيب معلش انا همسح الجزئية دي عشان نقدر نعمل المطلوب التاني. طبعا لو انت حاسس ان انت فاهم من الشرح بتاعي يا ريت تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بينزل على القناة من امتحانات ومراجعات ومسائل. وكمان طبعا احنا شعارنا بنساعد بعض، فياريت نعمل لايك وشير للحلقة عشان غيرنا يستفيد. يا جماعة انا بمسح بقى ايه كان انا في كلاس بقى بالظبط. اوكي يلا بينا ناخد المطلوب التاني. بيقول لك انا عايز the force inclined to the plane at an angle of measure 30 upwards and make the body about to move also. طيب احنا دلوقتي لو عندنا هو الويت ب دبليو بتساوي 15 كيلو جرام ويت، وعندك هنا فورس، وطبعا هيبقى فيه رياكشن، هو رياكشن الناحيه الثانيه. عندك هنا فورس بي انكلايند تو ذا هوريزونتال بلين ات انجل 30، وهنا طبعا ايه في الاف اس عشان احنا اباوت تو موف. فهنعمل ايه ريزوليوشن، هيبقى دي كاننا هنلغي دي كاننا هنمسحها يعني. وممكن ايه انا بس هلغيها كده بس، ممكن اعمل بلون تاني معلش انا اسف. هتبقى دي ايه بي كوزاين 30، وهنا هتبقى ايه بي ساين 30. طيب احنا كده ايه لغينا ايه البي دي خالص، وعملناها ايه ريزوليوشن 1 ان ذا هوريزونتال بلاين هوريزونتال دايركشن 1 ان ذا فيرتيكال دايركشن. اوكي هنعمل الايكويشن اكوليبريم ايكويشن بتاعتنا. عندنا في الهوريزونتال الاف اس بتساوي البي كوزين 30، كوزين 30 اللي هي بي روت 3 على الاثنين، يعني الاف اس بتساوي بي في روت 3 اوفر 2. اوكي والناحيه الايكويشن الثانيه عندي الار بلس بي ساين 30 اللي هما الجزئين اللي فوق او الفوق تو فورسز اللي فوق او في الاتجاه اللي فوق بتساوي 15 اللي هو ايه ال W. اوكي طيب يبقى ال R بلس هاف P بتساوي 15. ادي كده ايكويشن 1 وادي ايكويشن ايه 2. اوكي المطلوب ان انا الاقي ال P. طيب من هنا احنا عايزين نجيب ال P in terms of P in terms of mu S في R. فاحنا ال F S ممكن نشيلها ونحط مكانها mu S في R بتساوي root 3 over 2 P. يبقى من هنا ال P بتساوي 2. لا انا اسف انا عايز اجيب ال R in terms of P. انا اسف ماشي يبقى كده ال R بتساوي root 3 over 2 في P في ال over في 1 الميو اس تنزل تحت صح 1 over mu s. طب ما الميو اس بتساوي كام؟ الميو اس واخدينها ان هي tan ايه؟ tan 30 اللي هي ايه؟ 1 over root 3. اوكي يبقى احنا هنا 1 over root 3 كانها ايه؟ root 3 فوق. اوكي يبقى ال r بتساوي root 3 over 2 في p times root 3، يعني ال r بتساوي 3 over 2 a p. اوكي كده ايه جبنا ال r. نقدر نعوض بيها في الناحيه الثانيه ولا لا؟ يبقى هنشيل في ال substituting in 1 يبقى هنحط ال r ب 3 over 2 p plus half p equal 15. 3 over 2 plus 1 over 2 p بتساوي 4 over 2 اللي هي 2 p equal 15. يبقى ال p ب
بتساوي 15 over 2 اللي هي 7.5 كيلو جرام ويت. تمام، يبقى احنا كده جبنا الفورس انكلايند تو ذا بلين اللي هي البي عشان تو ميك ذا بودي از اباوت تو موف. السؤال اللي بعده: A body of weight 26 newton is placed on a rough horizontal plane. Two forces of magnitude 7 and 8 newton, including between them an angle of measure 60, acted on the body. The two forces are horizontal and lying in the same horizontal plane with the body. If the body become about to move, find the measure of angle of friction and the resultant reaction. طيب خلينا نرسم، نحط الرسمة بتاعتنا على البلين. ادي البلين وادي البادي، الويت بتاعه 26 نيوتن. اوكي، تو فورسز اوف ماجنيتيود 7 اند 8 نيوتن. كون ان هو بيقول لك ذا تو فورسز ار لاينج ان ذا سيم هورزونتال بلين، هو هنا الترجمه مش حلوه قوي الصراحه. يعني هنا الترجمه هو عايز يقول لك ان الريزلت بتاعتهم ان ذا سيم هورزونتال بلين. يعني انت دلوقتي عندك ايه 7 نيوتن و 8 نيوتن، دول الاكتنج فورسز اللي على البادي. اوكي، وهو الانجل ما بينهم ايه 60، الانجل ما بينهم ايه 60 ديجريز، بس هو بيقول لك ان الريزلت بتاعتهم هتبقى ايه كده، يعني مش هتبقى في نفس ايه الهورزونتال. ايوه، كانها انت بعد ما عملت لهم تجميع كماجنتيود وكانجل طلعت ان الفيكتور بتاعهم الانجل بتاعته زيرو، بس هو هنا مش مترجم كويس يعني. تمام، طبعا هنا الفريكشن فورس هتبقى اف اس علشان خاطر احنا ايه اباوت تو موف، عايز ذا ميجر اوف ذا انجل اوف فريكشن اللي هي لامدا، يعني كانه بيقول لك انا عايز النيو اس. طبعا هنا هينتج عنها رياكشن ار. اوكي، اول خطوه هنعملها هتجيب الريزلتنت اوف ذيس تو فورسز. طبعا احنا عارفين ان قبل كده ان الريزلتنت of two forces هو ال square root، دي resultant غير ال reaction، ها f1 squared plus f2 squared plus 2f1 في f2 في كوزاين الانجل اللي ما بينهم اللي هي الفا او ثيتا، عايز تسميها زي ما تسميها. يبقى ال r بتساوي 7 squared plus 8 squared plus 2 في 7 في 8 في كوزاين 60. هتعملها على الكالكوليتر كده بسرعه مع بعض، يلا بينا. 7 سكويرد بلس 8 سكويرد بلس 2 تايمز 7 تايمز 8 تايمز كوزاين 60 هيطلع 169 اندر روت، روت انسر على طول، يبقى 13 نيوتن. يبقى الار هنا بتساوي 13 نيوتن. اوكي اوكي فاحنا برضو ايه خلينا اعملها بلون تاني كده عشان الناس تبقى معايا فين. اوكي، يبقى احنا هنلغي دي وهنلغي دي وهنعمل البي بتاعتنا البي بتساوي 13 نيوتن. تمام، اقدر اعمل الاكوليبريم ستيتس بتاعتي او الاكوليبريم اكويشنز بتاعتي. اقدر، يلا بينا. هنقول ان الار، معلش الار دي ريزلتنت اللي هي بي، يعني انا اسف معلش عشان بس نخلص دي كده خلاص، مش محتاج. الار اللي هي الرياكشن بتساوي 26 نيوتن اللي هي بتساوي دبليو من الفيرتيكال. الهوريزونتال على طول عندنا البي بتساوي 13 نيوتن اللي هي بتساوي اف اس. خلاص، يعني الاف اس بتساوي ميو اس ايه في ار، ويبقى 13 بتساوي الميو اس اللي هي الميو اس اللي احنا عايزها في الار اللي هي ب 26. تمام، يعني الميو اس بتساوي كام؟ 13 على 26 اللي هي نص. طيب انا عايز the measure of the angle of friction، انت عارف ان الميو اس اللي هو بتساوي 10 لندا، لندا اللي هي الانجل اوف ايه فريكشن. هتعمل على الكالكوليتر ايه شيفت 10 هاف، هيطلع لك الانجل اللامدا بتساوي 26
0.56 degrees. تمام، انا عايز الريزلتد رياكشن. الريزلتد رياكشن اللي هو ده ار داش، اللي هو بيبقى عبارة عن السكوير روت بتاع ار سكويرد بلس اف اس سكويرد. اوكي، طيب الار سكويرد اللي هي عندك كام؟ 26 سكويرد بلس الاف اس سكويرد. الاف اس قلنا كام؟ الاف اس هي عبارة عن ميو اس اف ار، اللي هي 13، اللي هي 13 سكويرد. اوكي اوكي تمام، اللي هي 26 سكويرد بلس 13 سكويرد روت انسر. يبقى الـ resultant reaction هيبقى بيساوي 29.06 نيوتن. السؤال اللي بعده: A body of weight 2 نيوتن is placed on a rough horizontal plane. Two forces of magnitude 2 root 3 و 4 نيوتن in the same plane acted on the body where the measure of the angle between them is 150. The body remains at rest. تمام؟ Prove that the measure of the angle of the friction lambda between the body and the plane should not be less than 45 degrees. وبعد كده نكمل الجزء الأولاني. طيب احنا هنا دلوقتي عندنا body، عندنا body سهلة أوي. تمام، موضوع سهل. ال عندنا body ال weight بتاعه 2 نيوتن، و دلوقتي بيأثر عليه 2 فورسز برضه نفس القصة إياها برضه، إن أنت 2 فورسز، 1 أول فورس عبارة عن 2 روت 3 والتانية عبارة عن 4 نيوتن. أوكي، والأنجل ما بينهم إيه؟ 150. وطبيعة الحال إيه؟ الريزلتنت فورس بتبقى في نفس الاتجاه بتاع مع عشان انت هورزونتال بلين، هيبقى الريزلتنت فورس في نفس الاتجاه، الانجل بتاعتها زيرو، نفس اتجاه الموشن او عكس اتجاه الفريكشن. اوكي، طبعا هتولد ايه؟ رياكشن ار، وهنا هيبقى اف بس عشان هو ما قالكش، هو قال لك ذا بودي ريمينز ات ريست، يعني انت كده مش في حاله الاستاتيك فريكشن، مش حاله ذا بوديز اباوت تو موف. طيب يبقى احنا اول خطوه هنعملها هنعمل ايه؟ ريزلتنت للتو فورسز دول. يبقى الريزلتنت او البي بقى هنسميها المره دي عشان ما يتلخبطش، اهو عباره عن الروت سكوير بتاع 2 روت 3 سكويرد بلس 4 سكويرد بلس 2 في 2 روت 3 بلس 4 في كوزاين الانجل اللي ما بينهم اللي هي 150. طيب two root three squared plus four squared plus two root three في four في two في cosine 150. كل الكلام ده under root هيطلع لك four، root الفور هيطلع two. تمام، عفوا. يبقى انا هنا عايش مع دور البرد مش سايبني، انا اسف. يبقى انا هنا عايز هعمل ريزوليوشن للتو فورسز دول، يعني كاني هلغيهم كده وهحط مكانهم فورس واحده اللي هي الريزلتنت عباره عن بي بتساوي 2 نيوتن. اقدر اعمل الايكوليبريم بتاعتي ولا لا؟ اقدر اعمل الايكويشن ايكوليبريم بتاعتي هنا على طول، ان الار الفيرتيكال الار بتساوي 2 نيوتن، والاف بتساوي برضو ايه؟ 2 نيوتن. بيقول لك هنا بروف ذات ذا ميجر اوف ذا انجل اوف فريكشن لامدا بتوين ذا بودي اند ذا بلين شود نوت بي ليس ذان 45 ديجريز. خلاص، يبقى احنا دلوقتي عارفين ان الاف طالما احنا في حاله ال ريمينز ات ليست ريمين اتريست، يعني حاله قبل اللي هو ذا بودي از اباوت تو موف، او مش حاله الستاتيك فريكشن، يبقى الاف لازم تبقى اقل من ايه؟ ميو اس في ار. تمام، يبقى او اف اقل من اف اس، اف اقل من
اف اقل من ميو اس في ار. طيب دلوقتي عندنا هنا الاف بتساوي 2 اقل من ميو اس، والار بتساوي ايه؟ 2 برضو. يبقى الميو اس اكبر، صح كده؟ كاننا ايه، هنودي يعني هنعكس المعادله، نجيب بس اليمين شمال والشمال يمين. يبقى الميو اس اكبر من 1، الميو اس اللي هي تان لامدا. الميو اس هي اللي هي تان لامدا اكبر من 1. هنعمل شيفت تان لامدا، شيفت تان 1، انا اسف، شيفت تان 1 اللي هي 45. يبقى ايه؟ لامدا must be ايه؟ greater than 45. يبقى نقدر نقول كده ان الانجل اوف ايه، the angle of friction must be not less than 45 degrees. بيقول لك بقى الجزء الثاني من السؤال، and if lambda بتساوي 60 degrees and the direction of the two forces does not change, also the magnitude of the force 2 root 3 does not change, determine the magnitude of the other non-zero force so that the body is about to move, determine also the direction which the body is about to move. كويس قوي. طب هنمسح الجزئيه دي عشان ناخد الجزء الثاني. اوكي، هو بس ال هو بس ال ال الكلام اتسيب من السلايد اللي فاتت، فاحنا هنعيد تاني، معلش اسف. فهنبتدي نرسم هنا بقى الجزء التاني بتاع المسألة. عندنا البلين اهو، وادي البادي، وادي اول فورس اللي هي الويت تساوي 2 نيوتن. طبعا هنا قال لك ايه، احنا عندنا اول فورس نون تشينج اللي هي 2 روت 3، وبيقول لك هنا الدايركشن داز نوت تشينج، فالتاني فورس ممكن نسميها بي. اوكي، طيب والزاويه ما بينهم زي ما هي ايه، 150. اوكي، طبعا هيبقى عندنا ايه، رياكشن اهو عكس الويت. Determine the magnitude of the non-zero force so that the body is about to move. يبقى احنا في حالة ال static friction اللي هي Fs. Determine also the direction which the body is about to move. طيب احنا دلوقتي يبقى احنا كده هنجيب ال resultant بتاع ال two forces دول، مثلا نسميها ايه، يعني مثلا P داش عشان ما نتلخبطش، او نسمي دي مثلا ايه K، خلاص عشان ما نتلخبطش، وخلي دي ايه P. اوكي، ال resultant بتاعتها هتبقى السكوير روت بتاع 2 روت 3 سكويرد بلس اللي هي الكي سكوير دي بلس 2 في 2 روت 3 في كي في كوزاين 150. يبقى P بتساوي 2 root 3 all squared 2 power 2 اللي هي 4 root 3 squared اللي هي 3. يبقى كده دي 12 plus K squared plus 2 يبقى cosine 150 اللي هو بنيجتيف زي 150 اللي هي بنيجاتيف روت 3 اوفر 2، صح كده؟ نيجاتيف روت 3 اوفر 2. يبقى هنا دي 2 في 2 4 روت 3 في نيجاتيف روت 3 اوفر 2. اوكي، يبقى البي بتساوي السكوير روت بتاع 12 بلس كي سكويرد، هنا بوزيتيف في نيجاتيف بنيجاتيف، والروت 4 راحت مع 2 بقى 2 فوق، يبقى روت 3 في روت 3 ب 3 تايمز 2 اللي هي 6. اوكي،
يبقى ال P بتساوي 12 minus 6 اللي هي عبارة عن 6 plus K squared. خلاص يبقى دي أول دي كده قيمة الايه ال P اللي هي هنا. خلاص يبقى دي قيمة ال P اللي هي هنا. تمام، هنعمل الإكوليبريم بتاعتنا، يبقى ال R بتساوي 2 نيوتن، وهنقول إن ال P بتساوي ال FS اللي هي بتساوي ميو اس في ار. اوكي طيب، انت الميو اس هتقدر تجيبها ولا لا؟ ميو اس اللي هي تان لامدا، وهو مديك تان لامدا بكام؟ ب 60. يبقى الميو اس بتساوي تان 60 اللي هي عبارة عن روت 3. تان 60 اللي هي روت 3. اوكي يبقى الميو اس هنا ايه؟ بروت 3. يبقى البي بتساوي ال F S، يبقى الميو اس اللي هي روت 3 في ال R اللي هي بتساوي 2، يبقى بتساوي 2 روت 3. خلاص يبقى ال P هنا بتساوي 2 روت 3 بتساوي روت 6 بلس K سكويرد K انا اسف يا جماعه، في حاجه غلط هنا يا جماعه، معلش في احنا نسينا كي، احنا هنا في نسينا كي هنا يا جماعه، معلش انا اسف. يبقى كده دي ايه؟ يبقى البي كده غلط، انا معلش انا في كي اتنست هنا، مش تفكرون يا جماعه ايه ده، في كي في النص هنا احنا نسيناها، انا قلت برضه في حاجه غلط. طب نمسح دي بقى، يبقى ايه؟ البي بتساوي 2 روت 3. يبقى من هنا 2 روت 3 هنحط ال بي هنا بتساوي ايه؟ السكوير روت بتاع 12 بلس كي سكوير ماينس 6 كي. هنعمل سكويرنج تو بوث سايد، يبقى 2 روت 3 اول سكوير اللي هي 4 تايمز 3 اللي هي 12 بتساوي 12 بلس كي سكوير ماينس 6 كي. ال 12 راحت مع ال 12، يبقى وخد الكي كومن فاكتور، يبقى الكي بتساوي k minus 6 equal to 0، يا اما ال k بتساوي 0 ده rejected، او ال k بتساوي 6 نيوتن. يبقى خلاص، يبقى ال k او the magnitude of the other force اللي هي ايه بتبقى 6 نيوتن. and also determine the direction with in which the body will move. it will move a opposite to the direction of the friction. opposite to the direction of the friction. اوكي هتقول له كده. اوكي السؤال اللي بعده، example رقم 6 بيقول a body of weight W is placed on a rough horizontal plane. the measure of the angle of the friction between the body and the plane is known as lambda. the body is pulled by a force inclined to the horizontal plane with an unknown angle of measure theta upwards. then the body become about to move. prove that the magnitude of this force equal to W sine lambda على cosine theta ناقص lambda. طيب احنا عندنا هنا the body is about to move. اوكي عندنا ال W ال weight W في reaction R، بس هو هنا بيتأثر بفورس P صح كده؟ inclined to the horizontal plane by angle بتساوي ثيتا. وطبعا هنا قال لك the body is about to move، يبقى هنا ايه بتساوي اف اس. يبقى على طول طالما عندنا انكلايد هنعمل ريزوليوشن 1 ان ذا فيرتيكال دايركشن اند 1 ان ذا هوريزونتال دايركشن. يبقى هنا دي هتبقى، نجيب بلون تاني كده، نجيب بلون تاني، يبقى كاننا هنلغي دي، ودي هنعمل لها ريزوليوشن هنا تبقى بي كوساين ثيتا، وهنا هتعمل ايه واحده تانيه معاها مع الار بي ساين ثيتا. ممكن نعمل ال equation of equilibrium بتاعتنا، او ممكن نعملها يبقى عندنا على طول ان ال Fs بتساوي P cosine theta، ادي اول equation. تاني equation R plus
P sine theta بتساوي W. اوكي طيب انا دلوقتي انا عايز الماجنتيود بتاع ال P، فهجيب ال R in terms of P. ال F S دي اقدر اعوض عنها بميو S في R، على اساس ان احنا ايه في حالة ايه ال static friction بتساوي P كوساين ثيتا. بس هو هنا اللي طالبه عايزه in terms of lambda، فهنشيل ال بي اس الميو اس ونحط مكانها ك ايه تان لامدا ار بتساوي بي كوساين ثيتا. طيب التان لامدا دي اقدر اشيلها واحط مكانها ايه ساين على كوزاين. التان هو عباره عن ساين اوفر كوزاين، يبقى ساين لامدا على كوزاين لامدا ار بتساوي بي كوساين ثيتا. طيب يبقى من هنا ال R بتساوي P كوساين ثيتا في كوساين لامدا على ساين لامدا. اقدر اخد دي سبستيتيوت في التانية؟ اقدر. يبقى ال R اللي هي P كوساين ثيتا كوساين لامدا على ساين لامدا بلس بي ساين ثيتا بتساوي دبليو، نضرب في ساين لامدا في كله. تمام، يبقى تبقى دي بي كوساين ثيتا في كوساين لامدا بلس بي ساين ثيتا في ساين لامدا بتساوي دبليو ساين لامدا. هنا اقدر اخد ال بي كومن فاكتور، يبقى كوساين ثيتا كوساين لامدا بلس ساين ثيتا ساين لامدا بتساوي دبليو ساين لامدا. الله، عندنا كوساين كوساين زائد ساين ساين، احنا عارفينها على طول بتبقى كوساين ثيتا ناقص لامدا، بتبقى عكس الإشارة. يعني دي لو دي ماينس تبقى دي ايه بلس، تبقى ايكوال دبليو ساين لامدا. يبقى ال P بتساوي ساين لامدا على كوساين ثيتا ناقص لامدا. الله، طب ما هي دي هي دي، يبقى احنا عندنا ايه ثبتنا اللي هو عاوزه. بيقول لك then find the least magnitude of this force and the required condition to do that. طيب انا همسح برضو حتة، انا اسف. اوكي طيب دلوقتي انا دي ليست ماجنتيود، يبقى معنى كده ان الكوساين ثيتا ماينس لامدا دي بتبقى ماكسيمم. طيب عشان كوساين ثيتا ماينس ماينس لامدا دي تبقى ماكسيمم، يبقى اقصى قيمه للكوساين اللي هو 1 اللي هي 1. تمام، يبقى هتعمل شيفت كوساين 1 اللي هي هتبقى 0، يبقى ايه كانها انجل 0، يبقى ايه ثيتا ماينس لامدا بتساوي ايه 0 degrees، يبقى الثيتا بتساوي لامدا. خلاص، يبقى ده ايه the least magnitude. يبقى خلاص، يبقى the least magnitude ايه، يبقى البي بتساوي ايه ساين لامدا، ده least magnitude بتاع الفورس. والكونديشن تو دو ذات ان هو الثيتا بتساوي لامدا بتساوي the angle of friction. اتمنى ان انت تكون فهمت مني في السيشن دوت. لو عندك اي استفسار يا ريت تكتب لي في الكومنتات، واشوفكم على خير.